شكل النقاش المتواصل حول الأجندة الاقتصادية لإدارة بايدن والمخاوف بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري أبرز المواضيع التي تطرقت إليها الصحف الأمريكية الصادرة اليوم. فقد كتبت صحيفة بوليتيكو أن التقدميين في الحزب الديمقراطي الذين دافعوا بشراسة لأسابيع عن أولوياتهم في مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي لإدارة بايدن مجبرون الآن على مراجعة مواقفهم. وفي اجتماع أمس الثلاثاء دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التقدميين إلى تملك هذا الاقتراح حتى يعتقد الأمريكيون بأهمية المشاريع المدرجة في قلب أجندة الرئيس بايدن، ويتعلق الأمر برسالة موجهة إلى جميع الديمقراطيين وليس فقط للليبراليين في الحزب وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن قادة المعسكر الديمقراطي يدركون تماما الحاجة إلى التغلب على النقاط الشائكة المتعلقة بالاستبعاد المحتمل لسلسلة من الأولويات التقدمية في محاولة لردم الهوة مع الوسطيين في الحزب. وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الديمقراطيين اجتمعوا يوم الثلاثاء حيث سعوا إلى حل وسط بشأن السياسة الداخلية للرئيس بايدن وحزمة المناخ. وفي موضوع آخر كتبت واشنطن بوست أنه عشية مؤتمر كوب 26 المقرر عقده في أوائل نوفمبر بغلاسغو في المملكة المتحدة لم يعد تغير المناخ فكرة مجردة بالنظر إلى الفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحرارة القاتلة التي ضربت عدة أجزاء من العالم خلال العام الحالي.